وصباحنا مكمل معكم مشاهدينا وبفقرتنا الطبية اليوم فاتن بدنا نحكي ونتوجه كمان للأمهات تحديدا تمام. يعني مع أطفالهم كتير منلاقي فيه يمكن حالات عند الأطفال إلى علاقة يمكن بالإنتانات ممكن تصيبهم. اليوم رح نخصص أكثر بالإنتانات البولية، يعني منلاقي الطفل دائما بيكون حرك شوي مشلوش بينسى حاله وما بده بخاف أنه يفقد شيء باللعب أو هيك فبينسى بيصير عنده هيدي الحالة تماما. يمكن مها كتير ضروري الأم تنتبه على ابنها خلال كل ساعات النهار، لانه حبس البول يعني ما بس انه ممكن يساوي انتانات، ممكن يؤدي لمشاكل ثانيه خطيره لا سمح الله. تماما، وهو ممكن يكون مؤشر لامراض ثانيه، يعني مو ضروري يكون الطفل مشروش باللعب، ممكن يكون في شيء ثاني يعني يظهر بهيدي القصه. لحتى نحكي اكثر تفاصيل عن هيدا العارض عند الاطفال معنا بالاستديو الدكتوره انتصار ناصر اخصائيه اطفال. يسعد صباحك دكتوره. سعد صباحك، شكرا لكم. اهلا وسهلا دكتوره، نورتي صباحنا. بدايه عم نحكي عن موضوع يمكن اغلبيتنا بيعانوا منه مع اطفالهم، هن الانتانات البوليه. بدايه تعريف الانتانات البوليه شو هي؟ طبعا الانتان البولي يعني وجود جراثيم بمجرى البول، مجرى البول اللي هو من الكليه مرورا بالحالب الى المثانه. طبعا بشكل عام بشكل طبيعي البول هو عقيم، ولكن في بعض الحالات بتأهب انه يصير في جراثيم بالبول. فوجود الركودة البولية طبعا ممكن يكون هالشيء مثل ما ذكرت، وبعض العادات التبول الغير صحيحة مثل انه الطفل يحبس البول، مثل اثناء تنظيف الطفل وتعويده على ضبط المسرات ممكن الطفل يصير عنده هالحبس للبول او ما يبول بشكل مظبوط، او خوف مثلا ممكن من التبول. فوجود بول في المثانه بيأهب لنمو جرثومي بالمثانه، هي بالاشخاص الطبيعيين، بالاضافه لبعض الحالات كمان بسيطه مثل الامساك كمان ممكن يأهب لوجود ركوده خفيفه من البول في المثانه، بيصير في نوع من تشنج وهيوجيه المثانه، وبالاضافه لوجود جراثيم بنهايه الكولون نفسها ممكن تكون تنتقل إلى مجرى البول. طبعا أكيد الإنتانات البولية هي أشياء عند الإناث من الذكور خاصة بعد سن المدرسة، والسبب هو البنية التشريحية، قصر الإحليل عند الأنثى أكيد، وقرب الإحليل أو مجرى البول من منطقة الشرج، فهذا بيساهم في وصول أو انتقال الجراثيم من الشرج إلى الطريق البولي، اللي هو أشيع طرق انتقال الإنتان البولي اللي هي بالطريق الصاعد. يعني 95% من حالات الإنتانات البولية هي بالطريق الصاعد، بيبقى 5% فقط هي بالطريق الدموي، اللي هي بتصير عادة عند الرضع بالأعمار الصغيرة، وخاصة بالأشهر الثلاثة الأولى يمكن يكون إنتان دموي وينتقل يتوضع بالجهاز البولي. تمام. يعني ذكرتي هلأ عرجتي على نقطة كتير مهمة، إنه هو ممكن يصيب حتى الأطفال بأعمار صغيرة، فهو شائع طبعاً عند الأطفال بكل طبعاً الأعمار طبعاً من الولادة حتى الشاب. ما دخل العادات اللي ممكن يتعود الطفل، ممكن هو ما عم يقدر، او ممكن كمان يلعب دور الشيء الخارجي اللي ممكن كمان ينحط مثلا مثل الاطفال الصغار الحفاضات ممكن تلعب دور؟ لا، هي مو الحفاضات بس، بالاعمار الرضع مثل ما قلنا ممكن يكون شائع وجود انتان بمكان اخر، لكن بالاعمار الاكبر مثلا ممكن عمليه طريقه التنظيف، نحن دائما الام نوصيها انه لازم تعلم خاصة الطفلات يعني الطفلة، فدائما التنظيف لازم يكون من الأمام إلى الوراء، ما يصير بالعكس إنه مشان ما يصير تلوث بالجراثيم المعوية للطريق البولي. فهي الشغلات البسيطة أكيد كمان ممكن تساهم بوجود الإنتان البولي. طبعا يعني هيك شغلات المفروض دائما الام يكون عندها حذر، طبعا عندها خبره هي الام بهيدي اكيد اكيد بهيدي القصه. يمكن كمان عادات صحيه ممكن نحن او خلينا نقول مسابح مثلا هلا هذه الفتره ممكن كمان يتاثروا، طريقه الحياه بشكل عام ممكن تسبب هذا الموضوع. هلا مثل ما قلنا طريقة الحياة الشيء الأساسي اللي بيساهم هو نقص السوائل والإمساك،
نقص السوائل، يعني احنا بنعرف انه طرح البول نفسه بينظف مجرى البول، فنحن بنحط دائما الامهات على انه تعود الطفل على شرب الماء بكميات كافيه، بالاضافه انه الامساك كمان لازم نعود الطفل دائما ياكل خضروات واشياء تحتوي على الياف، لانه قلنا الامساك نفسه كمان ممكن يزيد بالتاهب للانتان البولي. طبعا هذا بالحالات الطبيعيه، يعني طفل طبيعي وممكن يصير عنده هالمشاكل البسيطه انه مثلا قله السوائل او انه الامساك، لكن في حالات نحن اللي بنخاف منه هو انه يكون السبب هو تشريحي. طبعا نحن عاده الانتانات البوليه اشيع شيء بسن المدرسه ومثل ما قلنا عند الاناث، لكن لما بتصير تحت الخمس سنين يفضل ندور على السبب، نستقصي انه ممكن يكون في اسباب اخرى تشريحيه هي المسببه لهالانتان البولي. طبعا اشيع سبب بالعاده هو شيء نسميه الجذر المثاني الحالبي، اللي هو رجوع البول من المثانه الى الحالب، يعني نحن بنعرف الطريق الطبيعي انه ينزل من الكلي على الحالب على المثانه، في مسره بين المثانه والحالب، فاذا كان في جذر مثاني حالبي وضعف بهالمسره ممكن يصير رجوع للبول بالعكس بالطريق الراجع، فهذا نفسه طبعا هذا سبب تشريحي ويحتاج بالدرجات الكبيره لعلاج جراحي، هو 5 درجات، بالدرجات الرابعه والخامسه اكيد العلاج بيكون جراحي، بالدرجات الاولى والثانيه العلاج دوائي وقايه بالادويه والصادات، ولكن يعني مثل ما قلنا هي بالحالات، يعني هي نحن ليش مندور على سبب تحت الخمس سنين، لانه المفروض تحت الخمس سنين الانتانات البوليه تكون اقل من عمر سن المدرسه، ممكن لانه مثل ما قلنا كل يعني بيكبر انشغال الطفل وبيصير عنده عادات تبول سيئه ويحصر البول، ممكن ما يبول مره مرتين باليوم، فهذا الشيء خاطئ، لازم الطفل يتعود 6-7 مرات باليوم يبول. كمان الامساك، عدم الاكثار من الالياف كمان بيأهب، لكن نحن اللي بيخوفنا اكثر شيء انه يكون في تشوهات تشريحيه مؤهبه، فنحن بندور عليها خاصه بالاعمار اللي تحت 5 سنين. تمام. هون في اعراض يمكن لازم تظهر على الطفل طبعاً، يعني خلال هيدا الفتره، ويمكن تكون اعراض حاده صارخه ولا لا ممكن ما يبين على الطفل ويظهر فجاه؟ هلا الاعراض هي ممكن تكون اعراض بوليه ببساطه، يعني مثل انه بنسميه زحير بولي، صعوبه التبول عند الطفل، تعدد بيلات طبعا بالطفل الاكبر، انه طفل عم بفوت على التواليت كل شوي والثاني، او ما عم يقدر يفوت بفوت شوي صغيره وبيرجع بيطلع، فهي عسرة التبول، زحير بولي، تعدد بيلات، وإذا كان رضيع ممكن نشوف بكاء أثناء التبويل، بالإضافة لأنه ممكن نشوف حتى على الحفوضة، أو إذا طفل أكبر ممكن نشوف اغمقاق بلون البول، رائحة كريهة، هي أعراض بولية. طبعا بالإضافة لإلى ممكن نشوف ألم بطني، إقياءات، ولما بيكون في أعراض جهازية وخاصة الحرارة، نحن بالأعراض البولية السفلية بنعتبر عادة الإنتان البولي سفلي، يعني بالمثانه، ولكن مجرد ما صار في حراره فمنشك انه يكون صار الانتان البولي علوي، بنسميه التهاب حويضه وكليه طبعا، وهو الاخطر واللي هو ممكن يعمل لي مشاكل على المدى البعيد، او ياثر على الكليه، او يعمل تندب بالكليه ويأثر على وظيفه الكليه، فمنشان هيك طبعا يعني مثل ما قلنا انه الاعراض البوليه كصوره اساسيه هي بتشير على الانتان البولي السفلي، لكن لما بتترافق مع اعراض جهازيه مثل الحراره فبتعمل بتشير لوجود انتان بولي علوي. طبعا احيانا الطفل ما بيكون عنده اعراض بوليه، وخاصه بمرحله الرضاعه، فممكن يجي بحراره، فاي حراره لازم ندور، اذا ما في بؤره ثانيه اكيد لازم نطلب فحص وزرع بول لحتى ندور على البؤره، لانه الانتانات البوليه هي والرئويه عمليا هي ثاني، يعني هي من اشيع الانتانات الجرثوميه المسببه للحراره. تمام. كمان ممكن احيانا يكون في اعراض غير بوليه، يعني ممكن الطفل يجينا بس بفشل نمو ويكون سببه هو وجود انتانات بوليه، فكمان امام اي فشل نمو لازم ندور على وجود انتان بولي ممكن يكون هو مسبب له هالحاله. في ايضا اعراض خاصه حتى بسن الوليد، مثلا ممكن يجي الطفل بشيء بنسميه نحن يرقان مديد، يعني طفل مثلا صار عمره شهر وعنده يرقان، ونعرف نحن اليرقان الوليد عادة الفيزيولوجي بيكون بالأسبوع الأول من يومين لحد أسبوع، فولد ضل 20 يوم شهر تقريبا صار عنده لون يرقاني، طبعا في أسباب كثيرة
لكن إذا طفل سليم وما عنده مشاكل كبدية ولا أي شيء تاني، فورا كمان لازم نفكر بالإنتان البولي. تمام. فإذا الإنتان البولي ممكن يجي بصور مو بس أعراض بولية، يعني ممكن يجي مثل ما قلنا بحرارة، ممكن يجي بفترة الوليد بيرقان، ممكن يجي كمان بفشل نمو. تمام. هون يمكن بدنا نعرج شوي على نقطة ذكرتي، موضوع الرضيع دكتورة اللي عنده يرقان. في كتير تخوف يعني من الأهالي بإعطاء المي لهيدا الرضيع، بيقولوا إنه كل ما زدنا سوائل كل ما يعني كان أكيد فترة الرضاعة هو الإرضاع بيكون بدل المي، يعني بيكون الإرضاع الطبيعي بتساهم بهيدا الموضوع. أكيد مو المي فقط، في سوائل، في سوائل أكيد. تمام. الألم بيكون حاد دكتورة؟ يعني بيشعر الطفل فيه بيكون حاد؟ الألم أحياناً بيكون حاد، طبعاً الألم ممكن يكون بأسفل البطن إذا كان مجرد التهاب مثانة، وممكن يكون لا بالخاصرتين أو بالظهر، يعني بالبطن أو بالظهر مثل الكبار. ف يعني عادة متحمل، ما نو لدرجة إنه حاد نسميه مثل بطن جراحي أكيد، لكن أكيد في ألم بطني مزعج يعني. بيكون يعني متواصل أو بحالات معينة ممكن يصيب الطفل؟ لأنه بنعرف نحن الطفل ممكن هلا كنا عم نحكي بيكون عم يلعب، إنه بحس بهذا الألم بيروح بينسى هو عم يلعب، فإنه تماماً. هذا بيزيد بيراكم الموضوع، يمكن بيصير أكثر سوءا، يمكن لأنه أحيانا ما بيحكي الطفل. نعرف قديش إنه الأطفال بيحبوا خاصة هالفترة الصيف طبعًا. عم يلعبوا عم يتسلوا فبينسوا حالهم طبعا. فهي قلنا نحن انه حبس البول، هي العادات التبول هي من اهم اسباب الانتانات البوليه. تمام. ذكرتي موضوع اللون، يعني هلا لحتى نحن نوضح اكثر، اللون السليم اللي لازم يكون موجود عند الطفل لحتى الام يعني تعرف انه ابنها سليم، وكيف لازم هي من خلال اللون تعرف انه هون بقى بلشنا هلا اللون هو حكينا فقط عن مرحله الوليد، انا قصدي انه الانتان البولي ممكن يظهر باعراض غير بوليه، يعني طبعًا. يعمل مشاكل يعني ثانيه، لكن بالاعمار الاكبر اكيد الاعراض البوليه والحراره والاقياءات والالم البطني هي المسيطرة على الصورة السليمة تماما. أكيد ما في تغير باللون، يعني إلا إذا كان عنده مشكلة تانية، يعني شحوب بسبب فقر دم أو شيء. الاستقصاءات هي؟ الاستقصاءات أكيد نحن لما منشك بدنا نطلب فحص بول وزرع، فحص بول وراسب وزرع بول وتحسس. طبعا وجود علامات التهابية بفحص البول بيوجه أنه في إنتان بولي. نحن بنبلش بالعلاج تخبريا، بنقول بنعطي الصادات الحيويه مثل ما قلنا، لانه الانتان البولي هو جرثومي عاده، فبنعطي العلاج بالصادات الحيويه وبننتظر نتيجه الزرع. بعد يومين بيجي نتيجه الزرع بالعاده، بناء على التحسس الموجود اكيد بيتم ممكن يتم تعديل العلاج. لكن طبعا العلاج عادة إذا كان التهاب مثاني ممكن يكون فموي لمدة 5 أيام، لكن بالإنتانات البولية العلوية التهاب حويضة وكلية أكيد نحتاج لعلاج بالصادات الحيوية، ممكن نستخدم بالطريق العضلي 3 أيام وبعدين نكفي فموي، ومدة العلاج أكيد ما لازم تقل عن 10 أيام، يعني بين 10 أيام ل 14 يوم، عادة 10 أيام عم بيكون كافي. هلأ أفضل يعني يفضل كمان بعد إيقاف العلاج بأسبوع ممكن نعمل كمان فحص بول أو فحص بول وزرع لحتى نتأكد أنه صار البول عقيم بشكل كامل. هون نقطة كتير مهمة دكتورة ذكرتيها، أنه مدة العلاج دائما يمكن عم بتكون يعني أغلب الحالات اللي ممكن ينكس عم بتكون أصعب من البداية. هي سببها مدة العلاج ممكن يكون خطأ وما يرجعوا يعملوا التحليل ويكون مثلا لسه بده جرعة يمكن؟ هلا اكيد نحن مثل ما قلنا يعني العلاج الكافي ولمده كافيه لازم يكون لحتى ما ينكس، لكن نحن نكس الانتانات البوليه او تكرر الانتانات البوليه هو مشكله حقيقيه، وهي مشكله بتوجه انه ممكن يكون في سبب اخر، يعني سبب تشريحي مثل ما قلنا، واشياء الاسباب هي الجذر المثاني الحالبي. فتكرر الانتانات البوليه بالعاده له تعريف كمان، فممكن نحن نعتبر انه التهاب المثانه 3 مرات هذا تكرر الانتانات البوليه، او التهاب الحويضه والكليه يعني الانتان البولي العلوي لمرتين او اكثر، او مره انتان علوي ومره انتان سفلي، هذا ممكن نعتبره تكرر انتانات بوليه، وبالتالي يستدعي الاستقصاء والبحث عن سبب ليش عم بتصير على هالانتانات البوليه. هذا يعني مؤشر لحتى نحن نستقصي بحالات طبعًا. اخرى طبعًا. تمام. يعني هلا نحن عم نذكر هيدي الاعراض، انما الوقايه يمكن هون دور الام بالتوعيه اذا كان الطفل عمره كبير، او ذكرتي انه هي الاناث اكثر عرضه لهذا الموضوع، وال يعني باعمار اصغر هي لازم تكون درايه الام وفهمها لهذا الموضوع اكثر. فنحكي عن الوقايه دكتوره كيف لازم تكون للطفل؟ طبعا الوقايه نحن دائما بننصح بالاكثار من شرب السوائل،
أيضا عادات التبول، دائما الأم لازم تكون مع الطفل وتوجهه أنه لازم يضل يفوت على الحمام، لأنه حبس البول مثل ما قلنا هو نفسه ممكن يعمل إنتانات بولية، فنعود الطفل أو نحن نفوته كل شوي يعني كل ساعتين ثلاثة مثلا. أيضا تعليم الطفل على طريقة تنظيف المنطقة أو الأعضاء البولية والطريقة الصحيحة مثل ما قلنا، مثلا أنه المفروض من الأمام إلى الخلف وليس بالعكس أكيد، والوقاية من الإمساك ما بننساها، لأنه مثل ما أن الإمساك نفسه مؤهب للإنتانات البولية. طبعا وقاية من الإمساك معروف كمان بالأغذية الغنية بالألياف والخضروات. مثل نصيحة الفضل. أخيرة دكتورة بتحبي توجهيها لكل اللي عم بيشوفونا؟ طبعا اولا انتباه الام دائما لوجود اي مشاكل اي اعراض اي شكايات عند الطفل مثل غميقاق البول، رائحه كريهه ممكن حتى على الحفوضه بعمر الرضاعه، بكاء اثناء التبول بعمر الرضيع او بالاعمار الاكبر ممكن يكون في انزعاج او حرقه او تقطع برشق البول، هالاعراض هي اكيد فورا تسترعي الانتباه. ومثل ما قلنا كمان احيانا ممكن يكون في اعراض يعني ممكن يكون في مشاكل اخرى غير بوليه مثل فشل النمو كمان. لازم فشل النمو يعني بنلاقي الطفل ما عم يكبر يعني، او الطفل ما عم يكبر عنده نقص بالوزن والطول ممكن يكون السبب هو مشكله بوليه. طبعا وما بننسى انه لنفرض انه الطفل تشخص عند الطفل جذر مثاني حالي بي، فكمان من الشغلات اللي لازم ننبه الام عليها انه هذا المرض هو وراثي، ف 35% من الاخوه ممكن يكون عندهم جذر مثاني حالبي، في كمان لازم تعمل استقصاء او فحوص دوريه حتى للاخوه للكل هيك للاخوه يعني. طبعا لانه ممكن يتكرر وهذا حل جراحي حصرا دكتوره. مثل ما قلنا الجذر المثاني الحالبي هو له درجات، يعني نحن بالعاده بنعمل صوره بالطريق الراجع، صوره ظليله بالطريق الراجع للمثانه، وبنشوف رجوع البول لاي مستوى بالحالب او وصل على الحويضه او الكؤيسات، فحسب رجوع البول او الماده الظليله بتقيم درجه الجذر المثاني الحالبي. عاده مثل ما قلنا الدرجه الاولى والثانيه علاج وقائي بالصادات، والدرجه الرابعه والخامسه علاج جراحي، الثالثة يفضل أنه الواحد يجرب العلاج الوقائي بالصادات لمدة سنة طبعا مع المراقبة على القليلة كل 6 شهور، فإذا كان في تحسن ممكن يمشي الحال، إذا ما صار تحسن أكيد بيتحول على الجراحة. أكيد بدنا نشكرك على هذه المعلومات القيمة اللي أفدتينا فيها والمشاهدين أيضا. الدكتورة انتصار ناصر نورتي صباحنا، أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لكم وشكرا على دعوتكم طبعا، وتشرفت بمعرفتكم. شكرا لك دكتورة، أهلا وسهلا. الله يسلمكم يا